ودلوقتي بنتكلم عن توشكا وجنوب الوادي، فيه اهتمام كبير من رئيس بنفسه سواء في افتتاحيات المواسم مواسم الحصاد او حتى في المتابعه والاجتماعات الدوريه بهذا الشان. ما بيسيبش الرئيس اي فرصه الا ويتكلم من خلالها بكل صراحه وشفافيه للشعب المصري عن التحديات والأزمات بالحقائق والأرقام اللي واجهتنا وإزاي قدرنا نعبر هذه التحديات. وده طبعا من منطلق إيمان الرئيس بحق المواطن في المعرفة، حق الرأي العام في فهم التحديات اللي بنمر بيها. يمكن ده شفناه وسمعناه وشفنا يا سيادة الرئيس وتوجيهاته للحكومة والوزراء إنهم إزاي يظهروا في وسائل الإعلام المختلفة ويوضحوا الحقائق والتحديات المختلفة قدام كل الناس. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الكاتب الصحفي أحمد أيوب، رئيس تحرير جريدة الجمهورية. صباح الخير عليك. وخير على حضرتك وعلى كل مشاهدينا الكرام. اهلا وسهلا. حضرتك ازاي شايف اهتمام سياده الرئيس يعني بحق المصريين في انهم يعرفوا ايه اللي بيحصل وايه اللي بيحصل حواليهم؟ اولا يعني هو ده مش اهتمام، ده عقيده عند الرئيس. الرئيس منذ ان تولى هو قناعته وعقيدته وفلسفته في العمل المصارحه مع المواطن. وده شفناه سواء في لقاءاته او في حواراته أو حتى في منتديات الشباب والمؤتمرات الوطنية للشباب. كنا بنشوف رئيس بيقعد مع الشباب وبيستمع لكل الأسئلة، وشفنا فقرة اسأل الرئيس اللي بتتعمل في نهاية كل مؤتمر، بيسمع فيها كل الأسئلة وبيجيب بلا أي تحفظ، لأنه فلسفة الرئيس قائمة على المصارحة، وإن المواطن لازم يعرف ولازم يبقى فاهم اللي بيحصل حواليه. لازم المواطن يبقى شريك، طالما المواطن شريك وانت طالب ان هو يبقى شريك معاك في القرار، يبقى لازم كمان يبقى شريك معاك في المعرفه. معرفه كل ما يجب، عشان كده امبارح طلب الرئيس من الوزراء ومن الحكومه انهم يخرجوا ويتكلموا مع الناس ويشرحوا للناس، ده تنفيذ لفلسفه الرئيس نفسها، وان الحكومه لازم تسير على هذا النهج. لان احنا برضو في ظرف لازم المواطن يبقى عارف تفاصيل كل شيء. النهارده احنا بنتكلم على ازمه اقتصاديه. وبتتخذ بعض الاجراءات اللي هو في المواطن. لكن السؤال، هل انت كوزير او كحكومه عارف ان المواطن فاهم ايه لماذا تتخذ هذه القرارات او هذه الاجراءات؟ انت لما بتشرح له بتقول له ان تكلفه الكهرباء بتصل الى كذا وانا بديها لك لكذا بالمعلومات، او تكلفه رغيف العيش 125 قرش انا مش قادر ارفعه عليك ومخليه 5 قروش لان انا عارف ظروفك وعارف الظروف الاقتصاديه ايه، ولكن انا مضطر اعمل ده في الكهرباء ان انا اخفض ساعتين علشان اقدر اواصل عمليه التنميه وعمليه البناء. شرحك لهذا الامر للمواطن بيخليه على علم دائما وفاهم، وما يبقاش نهب لوسائل اعلام ماجوره قنوات وابواق اخوانيه كل همها انها تثير الفتن وتثير الشعب. ده اللي الرئيس بيتكلمه امبارح مع الساده الوزراء، انه ازاي تقدر تخلي المواطن دايما معاك، ازاي تقدر تخلي المواطن دايما سندك وظهرك بالمعلومه، انك انت تشرح له فتسلحه بالمعلومه اللي تخليه ما حدش يخدعه باكاذيب وافتراءات اخرى من ناحيه ثانيه. وده رهان ثاني من الرئيس على المواطن، ان المواطن المصري مواطن وطني بالدرجه الاولى، مواطن ما بيسيبش دولته، واقف جنب دولته بيساندها ولن يتخلى عنها، وفي كل الظروف اثبتت ان المواطن المصري لا يتخلى عن دولته. صحيح، لكنه استاذ احمد زي ما بنقول كده محتاج يفهم اللي بيدور عشان يبقى هو حائط الصد لهذا الوطن. ودي نقطه مهمه جدا وحضرتك اشرت ليها في البدايه، انه الرئيس ما بيسيبش اي محفل او اي لقاء جماهيري سواء من خلال اللقاء المباشر مع المواطنين او حتى ظهوره في وسائل الاعلام المختلفه من خلال الافتتاحات الا وبيتكلم مع الناس، والوزراء كلهم بيكونوا حاضرين وبيشرحوا الجديد في ملفاتهم، التحديات اللي واجهوها وازاي بيتغلبوا عليها. بس خليني اقول لحضرتك برضه حاجه، طريقه لغه او لغه الرئيس مع المواطن هي اللغه الاقرب للمواطن. انه بيشرح بطريقه بسيطه تصل الى كل المواطن. بعض الوزراء بيتعاملوا بمنطق الورقه والقلم، وده في منتهى يعني انا اسف ده ما بيوصلش الرساله زي ما انت عايز. الرئيس امبارح بيتكلم على ازاي تشرح للمواطن، مش ان انا ادي لك معلومات وبس، لا، القضيه عندي انا كاعلامي وعند حضرتك عند حضراتكم ان ازاي المسؤول ده مش انه يخرج ويتكلم فقط، لا، يخرج ازاي ويتكلم ازاي مع المواطن. المواطن مش محتاج ارقام صماء، المواطن محتاج تشرح له وتقول له تفاصيل القصه ماشيه ازاي، وده مش عيب،
وله زي ما قال الرئيس صراحه المصارحه لا هي عيب ولا حرام. لا ده انت المواطن ده حقه عليك انه يعرف، وحقه عليك انك تشرح له. فبعض الوزراء وبعض المسؤولين بيخرجوا، اولا اغلبهم ما بيخرجوش يتكلموا. اللي بيخرج منه بيتكلم بيتكلم بطريقه هو مصر عليها. احنا محتاجين نغير فلسفه حوار المسؤول مع المواطن. ده مهم جدا. اثنين، فلسفه اختيار المستشار الاعلامي او المتحدث الاعلامي في منتهى الاهميه. لان هذا الرجل المفترض انه صله ما بين المسؤول وما بين وسائل الاعلام وما بين المواطنين. مزبوط. هو اللي قادر انه يشرح، قادر يقول فلسفه العمل في الوزاره دي ايه، قادر يقول الهدف اللي احنا عايزين نوصل له ايه، ازاي هنخدم المواطن. اصل هقول لحضرتك على حاجه. طب. انت ممكن تاخد قرار الكهرباء ده بتخفيض تخفيف الاحمال لمده ساعتين، فانت بتعمله لصالح المواطن لانك انت عايز الكهرباء تبقى مستمره وعايز الطاقه الكهربائيه تبقى موجوده، بس ظروف نتيجه الـ 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 العمله الصعبه ونتيجه انك انت بتستورد مازوت وهكذا. فانت بتعمل ده لصالح المواطن، بس اللي بيصدر ان الحكومه ما بتعملوش لصالح المواطن. انت بتعمل ده نتيجه ظرف عندك حصل نتيجه الازمه الاقتصاديه، ازاي تشرحه؟ لان اللي مصدر الله، امال فين الكهرباء اللي انت بتقول انك انت انجزت فيها على مدى 10 سنين وعملت محطات ضخمه وعندك فائض كهرباء. المواطن عنده فهم ان في فائض كهرباء موجود، طب ازاي بتقطع عني ساعتين؟ لكن انت لما بتخرج تقول له انا عندي فائض واقدر اشغلك الكهرباء 24 ساعه، بس خلي بالك الشغل ده هيبقى تكلفته عاليه جدا وانا مش عايز احملك، فاحنا قلنا الساعتين دول عشان نقدر نخلي اسعار الكهرباء زي ما هي وما نرفعش. حضرتك بتتكلم عن اللغه المستخدمه وتبسيط الحقائق، يعني الارقام بالضبط. مهم جدا انها تكون موجوده للمصداقيه وللتاكيد، ودي واحد من الحاجات اللي بتحرص عليها دايما الدوله المصريه في الفتره الاخيره، ان يبقى في ارقام بحيث الناس يبقى عندها ريفرنس تقدر ترجع لها وتبقى عارفه الوضع كان ازاي وبقى ازاي. اللغه بقى وتبسيط هذه الارقام وربطها بواقع الامر على المنصات المختلفه، اعتقد هو ده اللي هيفرق في الفتره القادمه. بالظبط، دايما زي ما بقول لحضرتك، سلحي المواطن بالمعلومات وبالطريقه اللي تخليه دايما واقف جنبك ودايما قادر يصد اي شائعات واي اكاذيب. ومش عايزين ننكر ومش عايزين ننسى ان الدوله دي مستهدفه النهارده. كام نافذه اعلاميه وكام صفحات وهميه بتهاجم وبتثير شائعات وبتثير فتن. طب انت النهارده محتاج تتعامل ازاي عشان ترد على ده؟ مش هترد عليه برقم جاف، انما هترد بانك تقعد تشرح للناس بهذا الشكل. حتى بالمناسبه، سواء اولا الظهور في وسائل الاعلام، الدخول في حوارات جاده مع اسئله المواطنين بجد، رقم ثلاثه الوزير نفسه او المسؤول. مش طبعا هنا بتكلم على الوزير، لكن في كمان مسؤولين ملفات كتير جدا داخل كل وزاره، مهمتهم ان يتكلموا مع الناس، ازاي يقدر يشرح حتى في جولات الميدانيه لما بينزل، ازاي يشرح للناس في الجولات الميدانيه احنا جايين هنا بنعمل ايه؟ وايه الهدف ان احنا نعمل ده؟ الطرق دي عملناها ليه؟ طب احنا مساكن حياه كريمه او مشروع حياه كريمه ده للكرة شرحنا للناس، رغم ده اهم مشروع في تاريخ مصر انه هيغير حياه 60 مليون، ازاي نقدر نخلي المواطن يحافظ كمان، ودي نقطه مهمه، يحافظ على الحاجه اللي بتتعمل لانه عارف ان تكلفتها غاليه جدا وان الدوله وفرتها بصعوبه جدا، ان الدوله عشان تعمل له حياه كريمه قدرت ازاي توفر حوالي تريليون جنيه، وده رقم مش سهل. يبقى لازم المواطن هيحس بمسؤوليته انه يبقى شريك في الحفاظ على هذا الانجاز اللي بيتم. لما بنتكلم عن تغيير بنتكلم عن حياه كريمه لكل المصريين، بنتكلم عن جمهوريه جديده، بنتكلم عن حقوق للمصريين مش بس في الخدمات الاساسيه، مش في الصحه وفي التعليم وفي توافر الخدمات، بنتكلم في حق في المعرفه، لان هو ده اللي بنسعى ليه الفتره اللي فاتت ان احنا كانت توصل لكل المصريين، ويمكن بنحاول وبنجتهد ان شاء الله ان احنا نعمل ونقدم ده في صباح الخير يا مصر وفي غيرنا من المنصات وفي غيرنا من البرامج كمان. كل الشكر ليك الكاتب الصحفي احمد ايوب رئيس تحرير جريده الجمهوريه، كل الشكر ليك.